الليلة الماضية تقريبا الساعة 1 بالليل أربيل تعرضت للصواريخ، تقريبا 6 صواريخ سقطت قريب من كردستان أباشي، قناة كردستان أباشي. الصوت كان كبير للغاية وحسنا بالصوت، الهيجان كان هيجان، كل الموظفين كانوا بالخير الحمد لله، كل الصحفيين كانوا بخير، بس يعني تقريبا الضرر المادي موجود هنا، بس يعني الحمد لله احنا ككردستان أباشي راح نستمر في رسالتنا المهنيه، في رسالتنا السلميه. سرتها بخير هاتني ودكم لكن علي كردستان بسوسار وداخل شوي رابردو تن مشتشيك عرفتي دور بريكن علي كردستان بسوسار كرا اكام دا زياني چي زور بر بالخانه و بنايه كي كردستان بسوسار كرا بلام خوشبختانه جاني كارمندان سلامته و هيز كارمندك يعني هيز زياني چي جاني بر كارمندان نكوتوا. Thank you.